نحكي اكثر عن شركتك للاستثمار SS4 فينتشر. اوكي، هذا موضوع شوي هو غريب شوي للكل. هلا انا بعد 25 سنه من المسار اللي خلينا نسميه المؤسسي، ويعني كان في نجاحات وفي تحديات وفي كل شيء. قررت بعد هالمسيرة كلها انه الرأسمالية بوضعها الحالي، وبعد ما صار الأزمة العالمية ب 2008 الواحد تعلم كتير شغلات، والصحوة العالمية اللي عم نشوفها بالعالم، مثل أول إشي كانت نعرف كانت الثورة الزراعية، بعدين الثورة الصناعية، بعدين صارت ثورة المعلومات والأتمتة، بعدين صارت في ثورة النوليدج أو اللي هي what we're experiencing today. وإحنا هلأ I think بلشنا على tipping point تبعت موضوع الconsciousness أو الضمير، صحوة الضمير والحكمة والwisdom. فأنا اكتشفت، أنا هذا إلي يعني، ما عم بحكي إنه هذا للكل، إنه لازم يكون في هلأ مسيرة اسمها اللي هي caring capitalism أو humane capitalism أو اللي بنسميها الرأسمالية المؤنسنة. فSS4 Ventures مبنية على هذا الأساس، مبنية على أساس أنه لازم يكون في منفعة للجميع. وعشان هيك أنا ما بآمن في كل شركات اللي عم بعملها أنه يكون في موظفين كلياتهم outsource ومبني عليهم KPIs، وإلهم في المستقبل رح يكون إن شاء الله زي ما إحنا عم نرتب بسموها shadow أو phantom shares، اللي هي بعرفش بالعربي، بس أنه اللي يصيروا جزء من هذه المؤسسة، لأنه المعادلة لازم تكون عادلة للجميع. فايش استثمارات؟ فعملت في عندي اول استثمار هذا شخصي، استثمار العائله، عملت ريل استيت انفستمنت تراست في شركات برا الاردن، استثمرت شغلات باوروبا صغيره كلياتها. ما عم بركز على مشاريع كتير هيوج عشان برضه ما اصفي عبد الها كمان. ما هو الناس ايش بتسوي؟ بتصفي، بدها تكبر 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 وبتصفي عبد لمشاريعها، وبترجع تضحي بإيش؟ بمبادئها من أول وجديد لأنه كبر المشروع كتير. فأنا من هون هون، وإحنا لا يعني I'm focusing on controlled small revenue generating investments بس.